دلوقتي الاستاذ مصطفى كامل دخلكم النقابه وادالكم تصاريح وشرط عليكم انه كنتم ما تسموش اللي بتغنوه مهرجانات. تمام. وما يبقاش فيه تجاوزات في اغانيكم. تمام. فرقت في ايه؟ فرقت اللي هو كده يعني بيوجهنا للطريق الصح. احنا كنا محتاجين ده من زمان، محتاجين حد زي ده من زمان. لا، فرقت ايه في اللي بتغنوه او في النجاح اللي كنت بتعمله؟ عشان احنا ما كناش بنقوله كلام اللي هو يعني الاول في ظهور طلوعي ما كنتش اعرف يعني ايه نقابه، وما كنتش اعرف يعني ايه مصنفات ولا الكلام ده، وكنت بغني اي حاجه كانت. طب انا اقول لك فرقت في ايه؟ اه، كل الاغاني اللي انت نزلتها على قناتك الرسميه بعد هذا القرار ما جابتش مشاهدات. المشكله ملايين حموا بيكا بقى. راحت فين؟ مش مهم بدم بيسمعني. يعني انت بتنزل مش بتطلع؟ لا، بدم بيسمعني 200,000 اللي لسه في 200,000 بيسمعوا. لو بيسمعني 15,000 انت كان 7 مليون و70 مليون و100 مليون. المشكله خلاص عملي. يعني انت عادي بالنسبه لي؟ انا بالنسبه لي عادي. لو هنزل كده رضا. لو هنزل اغنيه تجيب 10,000 يعني مرضي. يعني قرار مش انا بشوف انه قرار نقيب الموسيقيين مصطفى كامل فضحكم. ربنا يخليه، حطكم في مقامكم. لا ربنا يخليه، احنا مقامنا هتفضل طول عمره عالي. ما انت هو ما بتنجحش بالخلطه الا بالخلطه القديمه. لا 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 لا، بالعكس طبعا. حضرتك لو انا بغني كلام وحش انا مش هينفع انت تجيبيني فرح. وداع يا دنيا وداع ما فيهاش اسفاف، حبيتك وجرحتيني. طيب حب عمري. انت لما تعمل يا بيكا 200,000 مشاهده على اغنيه، ما مش احنا بس اللي ده مش فشل؟ ما احنا مش احنا بس اللي بنغني. كلمني عن نفسك. ما احنا مش احنا بس اللي بنغني حضرتك دلوقتي. هي مصر كلها بتغني دلوقتي.